أولا أوجه تحية لصفحة ورقلة وأحيي كل من يتابعهم. اليوم يعني سأتكلم عن نجاحي. أنا تلميذة شعيب آية وصال شهيناز، المتحصلة على أعلى معدل وطني 19.24 من ولاية ورقلة، دائرة حسين سعود بثانوية سليماني حمالعيد، شعبة تقني رياضي هندسة طرائق. يعني أولا هذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي يعني أكرمني يعني ومنحني هذا يعني الفخر والشعور، هذا يعني الفرحة التي لا توصف. بالنسبة يعني لطريقة الدراسة، يعني كنت منضبطة طوال العام عفوا، ويعني درست يعني جميع المواد دون استثناء وبتساوي، يعني هذا أمر مهم جدا يهمله العديد من التلاميذ. أما يعني بالنسبة يعني للمعدل، إذا يعني مستحيل يعني كان اللي يجيهم صعيبة باش يجيبوا معدل 19، أنا بالنسبة لي يعني منذ بداية الثانوية تحصلت فقط على معدلات 19 الحمد لله. ويعني مادام يعني تحطوا هدف في بالكم تلحقوا له إن شاء الله، وهذه يعني كيف يقولوا يعني قانون الجذب، يعني تجذب عقلك الباطن لما تريده. وهذه الطريقة يعني استعملتها، كنت نأكد ندير توكيدات بأنني سأتحصل على أعلى علامة وطنية، وكان الأمر يعني هكذا الحمد لله، يعني سبحان الله حصلت عليها، والفرحة أكيد لا توصف، والحمد لله يعني شرفت هذا الوطن العزيز.